بإذن الله في الجولة المقبلة. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي. كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زين أمير، كل التحية ليك لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. أهلا بك يا كريم، كواليس مران اليوم قول لنا وطمنا. بدأت بالفعل يا أمير زي ما أنت يمكن اتكلمت وصرفت الأخبار بشكل مميز جدا، التداعيات الخاصة للبطولة الأفريقية والفصل التام والمميز اللي بيفصل بيه النادي الأهلي والجهاز الفني بطولة الدوري العام على البطولة الأفريقية. بدأت النهاردة يمكن زي ما أنت ذكرت محاضرة فنية كان فيها جزء خطط كبير جدا ومشاهدة لبعض الالتزامات طبعا الخاصة بفريق بلاتينيوم وبعض الأمور النظرية اللي بنأكد عليها. الراجل عقد المحاضرة على طول الأمير بيكون في تطبيقات على أرض الملعب على أرض مختار التتش لكل الأمور اللي اتكلم فيها النهاردة، لكن تعرف النهاردة العدد ما كانش كامل بالنسبة للاعبين، جزء كبير جدا من اللعيبة ونقدر نقول اللعيبة بالكامل اللي شاركت في المباراة الأخيرة مباراة الاتحاد الإسكندري يعني ما أدوش التدريبات بشكل كامل، جزء منه يمكن جري خفيف وجزء لم يشارك في المران بشكل كامل. طبعا تعرف يعني طاقة المباريات والالتحام الكبير جدا من كل المباريات والمجهود الكبير اللي بيبذل من فريق النادي الاهلي، فلا بد يكون في راحه. يعني النادي الاهلي ما لحقش 24 ساعه راحه، لكن عنده مهمه كبيره جدا وهي مباراه بلاتينيوم الاكيد. يعني بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله هذه المباراه. الامر المميز والمطمئن وان شاء الله باذن الله منتظرين منه الكثير وهو محمود عبد المنعم كارثه النهارده ظهر بشكل طيب جدا امير وتدريبات الكره بالتحديد. يعني طمن الجمهور يا كريم، انت اكيد شفت التمرين، شفت مستوى كهربا عامل ازاي، طمن الناس يعني بخصوص الجزئيه دي. طبعا عاملين انت عارف يعني بعد اسبوعين من برنامج كان وضعه مستر ليني فايلر محمود عبد المنعم كهرباء للصفقه، لان اكيد بنتمنى ان هي كعاده تكون قد تيشيرت للنادي الاهلي، وده اللي واضح في واحد من ابناء النادي الاهلي النهارده يعني في دراسه الكوره لاول مره بنشوفه، لا في روح وفي جديه وفي حماس. كويس عشان نتكلم على فنيات كهرباء، طبعا كهرباء واحد من ابرز اللاعبين في مصر، لا في روح وفي اصرار وانا بقول لك يا جماعه ان شاء الله باذن الله مع طيبه مع انهاء الاجراءات الاداريه الخاصه بطيبه يعني كهرباء لو جاهز بنسبه 100% لابد يكون كويس في مباراه مصر المقاصه او على دكه البدلاء، نظرا طبعا لاصابه رمضان النصوح اللي بيتمنى ان شاء الله يعود سريعا. الاصابات الحمد لله امير قلت بشكل كبير، يعني رامي ربيع النهارده انت اتكلمت عليه بيؤدي النهارده تدريباته ويعرض جاهزيته، ياسر ابراهيم بيعود من جديد، كريم ندت خلاص يعني ايام بسيطه ان شاء الله 10 ايام او اقل باذن الله ان شاء الله يكون متواجد. الكل الحمد لله بالنسبه للاصابات عائد من جديد، الكل جاهز بالنسبه للتدريبات، حراسه المرمى كمان والرباعي المميز جدا اللي بيقدم تدريبات رائعه. والحقيقه يمكن ماكي يعني كنت طبعا من مدرب حراس المرمى عايزين نشد امير بصراحه، لان يمكن الفتره اللي جايه في التطور اكثر من كده كمان للشناوي والاكرامي وعلي لطفي والمختص كبير في قاعده التدريبات اللي بنشوفها في التدريبات جرعات تطورت بشكل كبير بتعلي الجانب البدني الجانب الفني. الراجل كل تدريب بيكون في جزء جديد، يعني هو مستقبل طبعا التقنيات والعلم بشكل كبير جدا، وده امر مهم جدا في حراسه المرمى بالتحديد. المجهود كان كبير النهارده، التدريب كان قوي وشاق جدا في حراسه المرمى، وليد اظهر الحمد لله يعني كانت كدمه بسيطه جدا سريعا كده الكره مشتركه مع فرقه المنعم، لكن قام سريعا وليد وكمل في التدريب بشكل عام. الحمد لله امير يعني الامور مطمئنه، هي النقطه المهمه جدا امير وهي جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله طبعا نتمنى يكون متواجد بشرط بس يكونوا متواجدين ان شاء الله في فريق النادي الاهلي. الاهلي بيبذل مجهود كبير، مجلس الاداره بيبذل مجهود كبير، الكل بيحاول اشتغل بشكل كبير جدا لاسعاد كل جمهور النادي الاهلي. فبنتمنى ان شاء الله جمهورنا يكون متواجد، المساندة فقط والدعم الاخر ان شاء الله يكون كلمه السر في المباراه القادمه مباراه النادي الاهلي وبلاتينيوم بطل الدوري. طيب برنامج الفريق حتى موعد المباراه يا كريم. طبعا في الفريق مستمر يعني تدريباته الصباحيه يمكن بروت الجو شويه امين، يعني الراجل طالب هذا الامر ان يكون في تدريب صباحي، لان انت عارف يعني مع الجو الكويس ومع الهواء بيكون في جري كتير في الملعب. الراجل غدا ان شاء الله يكون تدريب فريق النادي الاهلي 11 صباحا، هيستمر كده حتى ان شاء الله يوم الجمعه التدريب برضه يكون صباحا، ومنها ان شاء الله لمعسكر مغلق يعني تدريبات صباحيه يعني نقدر نقول ده ما بعد غد ان شاء الله استعدادا لمواجهه مباراه بلاتينيوم بطل زيمبابوي. ان شاء الله باذن الله. كريم بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي لنا كل الجديد.